دعنا نعود إلى الماضي قليلا، وتحديدا عندما كنت تقاتل أنت بنفسك ضد روسيا في الحرب الشيشانية الأولى، خطة أنذاك العديد من المعارك ضد الجيش الروسي. كيف حدث أنك انتقلت من جبهة إلى أخرى وأصبحت تقاتل مع القوات الروسية ضد الانفصاليين؟ أنا أقول دائما أنني لم أكن يوما من الأيام مع روسيا كما لم أكن ضدها، بل أنا دائما مع الشعب الشيشاني، وهو وحده فقط من يحدد موقعي في أي قضية. لذلك عندما خرج جموع الشيشانيين للمطالبة بالانفصال عن روسيا، حين ذلك كنت مجبرا على تنفيذ الإرادة الشعبية، فقتلنا جميعا ضد الجيش الروسي. وعندما أيقن الشعب أن نتيجة ذلك ستكون كارثية وأن البلاد أصبحت مرتعا للإرهاب الدولي وقادته أمثال باسييف وخطاب وغيرهما ممن دمروا الجمهورية وقتلوا وشردوا عشرات الآلاف من المواطنين وتركوا الآلاف معاقين وعاجزة نتيجة العمليات الإرهابية التي ارتكبوها، حينئذ أيقن الشعب بضرورة تصحيح الخطأ، فأجرينا استفتاء شعبي واختاروا البقاء ضمن الدولة الروسية. لقد كان ذلك تحقيقا لقرار أحمد قاديروف الرئيس السابق في عام 99، عندما دعا لإجراء استفتاء ووضع مسألة الانفصال عن موسكو أو بقاء الشيشان كإقليم روسي أمام اختيار المواطنين. لذلك مصيري يقرره الله سبحانه وتعالى ثم الشعب. ماذا لو خرج الشعب مطالبا بالانفصال عن روسيا؟ بالتأكيد سأقف مؤيدا لمطلب الشعب ومدافعا عنه. إنني لست دمية في يد أحد، ولذلك كنت دوما في الطريق الصحيح مع والدي الرئيس الراحل أحمد حجي قاضروف مدافعين عن الشيشانيين، واليوم بفضل الله تحقق كل ما كان يأمل فيه الوالد وما بدأه منذ سنوات طويلة.